نظم عدد من جرحى ومعاقي الجيش الوطني صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية بالقاهرة للمطالبة بسرعة استكمال علاجهم. واستغرب المحتجون من الإهمال الذي يواجهونه من قبل الحكومة الشرعية واستمرار التغافل عن مطالبهم المستمرة باستكمال علاجهم وصرف مرتباتهم وتصحيح أوضاعهم. وطالب المحتجون الحكومة الشرعية بسرعة الاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم والاهتمام بملف الجرحى الذين بذلوا دماءهم في سبيل الدفاع عن الشرعية ومؤسساتها واستعادة الدولة من قبضة ميليشيا الحوثية الانقلابية. الآن الوقفة العاشرة أمام السفارة وعند السفير والملحق الطبي والملحق العسكري ويوعدونا بوعودات كاذبة. وتلقينا في السابق وعودات من مكتب رئيس هيئة الأركان العامة بأنهم سيحلوا مشاكلنا، معلقنا في مأرب ومعلقنا الطبية الذي في مصر ومحل السفارة. وللأسف الشديد الجرحى الذي تشاهدونه أمامكم الآن تقرحات حادة، لا يتلقوا لا عناية طبية ولا علاج ولا صرفة ولا حتى من يسأل عليهم من اللجنة. من أبسط حقوقنا نطالبها من الشرعية الذي طلعوا وترفعوا على الكراسي الحكم والسلطة بسبب دماء هؤلاء الأبطال. الآن تركوهم يلاقوا مصيرهم في القاهرة وبعضهم في مصر وفي مأرب. نحن نطالب بمستحقاتنا، أننا بذلنا دماءنا الزكية من أجلكم ومن أجل مناصبكم، من أجل الكراسي اللي أنتم قاعدين عليها. فإن لم تجيبونا فنحن معتصمون هنا حتى تلبوا مطالبنا. ونشكر الأخوة المتضامنين معنا في مأرب لأنهم يطالبوا بحقوقنا وحقوقهم.